السلام عليكم. اليوم رانا في المدينة تاع قسنطينة ونروح نكتشف الحديقة نتاع السوس التي تم افتتاحها، إعادة تهيئتها وافتتاحها هذه مدة شهرين أو 3 أشهر. وهنا نشوف الحديقة من هنا الموقع نتاعها. دوك نروح نحطوا لها، نحطوا ونروح نشوفوا. إذا هنا رانا فوق الجسر نتاع القنطرة، جسر القنطرة. نروح للحديقة هذه ونزيد ناخذ صور على الجسر هذا من الحديقة. إذا تابعونا على القناة وسوف نصل إلى الحديقة هذه ونصورها عن كتب وعن قرب، وناخذ بعد الصور الرائعة ثم. والآن أنا تعلمت تقنية جديدة في التصوير يسموها ليزاري سور ايماج. نستعمل ليزاري سور ايماج باش افضل، يعني افضل الزوايا، ونحبس الصورة الكاميرا في الزوايا الجميلة، يعني كما مثلا هنا نحبس الصورة ونستمر. نستمر هنا، نلاحظ الجسر نتاع القنطرة، جسر باب القنطرة هي التسمية الحقيقية، هو جسر باب القنطرة. ونروح نشوف الحديقة، حديقة تاع السوس اللي تقع في يعني قاع الواد نتاع واد الرمال هذا، واللي تقع في مكان منخفض. نسيو نهبطوا ليها ونشوفوها. إذن هذه هي جسر باب القنطرة العملاق، يعتبر جسر ما شاء الله روعة. هو فيه بعض الأجزاء مخدومة بالخرسانة، خرسانة المسلحة في الوسط، في الوسط هو خرسانة مسلحة أو فولاذية لأنها مسبوغة ما تبانش مليح. والأساسات نتاعها، الأساس نتاعها بالحجارة. إذن هنا نلاحظ الجسر هذا، إذن هذه هي حديقة السوس والتي تم تهيئتها مؤخرا. هذه هي الملعقة.
بونشي هنا يا وليدي. إذن الباب مفتوح، نحاول نهبط نتبع هذا الدرج هذويا ونهبط لتحت، لكن لازم فينا هبط لتحت، لازم الإنسان يريح مليح، يريح يربوزي، لازم يسترجع، لازم يسترجع باش يعاود يقدر يرجع، يعاود يرجع، لأنه الطريق 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 باش يعاود يطلع طويل شوية. إذن نهبطوا ونستراحوا مليح، نستراحوا مليح ومن بعد نعاودوا نرجعوا، بعد نعاود نرجع. هذا هو المدخل. إذن هذا هو المدخل نتاع حديقة السوس، ونهبطوا بالعقل. وهذا داروا لنا البارة وما فهمناش علاش البارة هذه. إذن هذه هي قسنطينة، لما يعرفهاش هذه هي قسنطينة، واحدة من روائع مدينة قسنطينة. هذه الحديقة ولات واحدة من روائع المدينة قسنطينة. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله على نعمة الجزائر، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذن هذه هي الجزائر، الجزائر تاريخ، وجزائر فخامة، جزائر فخامة. هذه هي لمن ينكروا، وهذه الصور تروح لهذه الجواب للمنكرين والمكذبين
والجاحدين الجاحدين على الجزائر. والمعتدين على أخوانهم في الصحراء الغربية. إذن هذه هي حديقة سوس، روعة وجمال. روعة وجمال. ديروا حاجة نورمال. هذا فيك ماشي. قابلنا الشميشة. هذا كوب هذا في اللي تكون قاعدة تبعش.